تمرين تحليل المقررات. الآن كما تلاحظون الزملاء الآن في ورشة عمل لتحليل محتوى المقررات الدراسية اللي يدرسها الطلاب، وذلك من واقع العمل وذلك ضمن الدورة ممارساته اللي قامت عليها مدارس النبلاء. تلاحظون الزملاء الآن في نقاشات وحوارات وتحليل محتوى المقرر. كل مجموعة الآن لديها مقرر تقوم بعملية تحليل المقرر. تلاحظون الآن طلبها من جبال الهدف الأساسي مش هدف بس الهدف الأولاني تعمل ضمن ورشة عمل فعالة لتحليل المحتويات. كل مجموعة حسب تخصصها تقوم بعملية تحليل المقرر. كما تلاحظون الآن الزملاء بتخصص اللغة الإنجليزية. تحليل كتاب كامل ولا واحدة واحدة؟ كتاب كامل. يعمل واحدة يعمل كله؟ لا كثير. تلاحظون نقاشات حوارات حامية بين مجموعة تحليل المقررات. ما شاء الله تبارك الله.